بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بندر مسي بجيل بعدن تلميدن حوار لدباني مرؤاه وشلنا من جرام مسلني فهمي جوري ما يقول في التاكر ان داغ المسجد تعدو فسلنا ملتنا وبسم ما درس ومواد هون درس مبتني لستيت وانا الاغصان النتية من كفات السيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان در جند يوتن ولا جل جوتن ان دن كوي داول ونهيت ان جيغم شغل فرق النبي صلى الله عليه وسلم ان كالين من دي كده ما انتني دي كيو دي مدينة ان در در هيتان إن كسينا أردهين جد سبويني يعني إن جوكا جوني جد بانو دي كيو 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 نو دي والا جد ما انتني دي كيو دي اندر نير هيتان دي وني جياغو برا شاكر فرقو النبي صلى الله عليه وسلم وني جم خلاصو سن جهد مكو أوي أمن وفي شوال من هذه السنة كار سرية عبد الله بن رواحة كان سرية عبد الله بن رواحة ابن رواحة رضي الله عنه إلى أسير ابن رزام اليهودي فقتلوه وسلموا وفي وانت كوين درن در هيتان در سالنا ابن نلنا كونو أردين دون بيت عبد الله ولا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان دادو كونو يانو كو كيفر غوت يهودي انك بيت أسير أسير ابن رزام يهودي انك ودوه كو وابن بمبريمبو بنغارتي كان بكون او دون الشارح وي لما قتل ابو رافع سلام ابن ابي الحقيقي يقول يهود انكبارا امرت يهود عليهم اسير بن رزام بلومتين دون اسير بن رزام يهود انكبارا انه فسار في غطفان ويلي اندر لي عربيه بغطفان وغير متنا غطفان في الكود العربي فجمعهم ورند نبي لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحبوا دين الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدوم فوجه عبد الله بن رواحة إلى دو نلي عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر يقوان ديم بتاتو في شهر رمضان اندر ليور كواركا سرا كسودي فسأل عن خبره عبد الله يهي نامني كبار مكو يقول وانا يبارم يوي كبار مكو مغرف هو وغرته فأخبر بذلك انا خبره وغرته نامني كبروج مكو تن فأخبر بذلك وحالنا كبار انفف فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكم عبد الله بن رواحة فأخبره وحال تنير صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم نلادو يرجيني نامنه لجمان طولم فانتدب له 30 رجلا ورب شبان تنجلت فلنتر إما نادم فبعث عليهم عبد الله بن رواحة نلال ودي مولو مالي كم بير شبان تتو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعنهم ينو فقدموا على أسير بنغاري تقرق يهودي انكتو فقالوا بنبيون نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له أي ومنن فرت أمين قد دمهود وانكو من قد كبار أي والشرط أمين شرط ونجرامة أمين كسي أمين قولي هولار ونجانا تال أمين همين جتنا ومن نلاكو قال نعم أسير بأي ولكن لي منكم مثل ذلك ويمي جابي كون مننا كان بيت جوغي دوم هولار ومما تاكم ونون كي هان جوتي نونكو نيرا دونكو فقالوا نعم من بيئه يونون فقلنا رأيو وي من بيئبهم إن رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا كيمني لأمين إليك في عدمه لتخرج إليه برنقرات مم فيستعملك على خيبر فيرك جونك أول ما أود خيبر بلا قال نلا نلام يا أرتمو بلا وقت ما أعمل خيبر فيرتي وقت كان كورس وما أود تن ويحسن إليك
أم جنيمة فطمع في ذلك لما وجقي مكان كوغوركو سيري مولا فخرج وفي الذي يلتدي الدماء بيادة نلال وخرج معه 30 رجلا من اليهود ويلتدي كان كون شابان تاكي غوركو يهودي انكوان مع كل رجل رديف من المسلمين غوركو ينفف ان جوجي توغو تودم غوتو ما فون توغين فيرت غوركو يجول ببا تاب كان فوكوتي غوتو ما فوف ان توغين هنا مفنين غوتو يجول ببا حتى اذا كانوا بقرقرة نبار هابن غاري هابن جوتي ودو نكو نادي ما اصيرون كافر او نيم سيتي فقال اوي فقال عبد الله بن اناس الجهني ودو صحابيان كتد بيت عبد الله بن اناس رضي الله عنه وين وكان في السرية أول أهين كان عبد الله بن أنس ودعوة وتونا وبي وأهوى بيدي إلى سيفي أنس ودعوة ولا أسير لو نمسك دم قرها يول لو نمسك هو إموري ويتس جنمك وفاري سلام ودعوة يلو بفتاد ويلو جنفاد وي وأهوى بيدي إلى سيفي ويدني سلام أم ففطنت له تنتم ويلو بفتاد سلام عبد الله بن نسيف ففطنت له تنت منه ودفعت بئيري دل من قلبه مدق وقتي وقلت بما غدرا بما جنف جنف اي عدو الله ان غني الله ان كان يلا جنف عد ففعل ذلك مره لا بد دوارن ويد بفتر السلام متى تنت ينون فنزلت عبد الله بن نسوي تليم فسقت بالقوم كيد مشجر ينفف حتى انفرد لي أسيرون ها هد دي مين تنمكورا كيد شجر فضربته بالسيف بيم وسلام فأندرت عامة فخذه وساقه فيرتي شبهم انقاجم كبري هاودين يسي هدوم ولا تجمي كبري هاودي ابو المكو اكورل المكفوف وسقط بعيره والصوت تدنجل مكتوم وبيده مخشر ونمخرش ونمخرش وني سور ووتر وهورن دينا اوني ويكون لونغدون ون وبيده مخرش وجوجي لونغد كان كوغوركو كافيرون من شوحط من شوحط لونغدون دو لغنغل اتاكو كي دو لكميتيك الشوحط شوحط قول لك ان داين فيون دي سيجيج هندو فيون دي شابين سيد بيا كل تاوي ايوا كو غا بلاص مون كو كل ويتين فيون دي بوردين كو نند دي ند فوف بور جالا دي كو كل فيون دي تن ود نو وي كي دو كو كي كل كو دوم لي دي غاندا فودا كو اي كاجي بي بي توتا خذ منه قناه الرمح وهين غاوي تي هاتي كو نند دي نجد فوف يوني او جيجي نو ساور بيان ساور كيلي فضربني وفيري مساور دو دول دو كيفر وفيدم ساور عبد الله بن نس في اسير فيدم ساور دو لا قال لي صبي او ينوي فشجني مأمومة وهيد هرم ون هلاند بوند سبك مأمومة بيتن هايوتي ام الراس بدي كويتي ان غانديكو ويوملنا على صابي من الجلب هدب من الفوف من غوري وندي مكو فقتلناهم من بريب كما هم نب غوري غير رجل واحد سوى غوركو غوتو اي مابي اعجزنا شدا اون كانيو من كوريدم هبد دوكت اون دوغي من كوريدم هبد جنو ولم يصب من المسلمين احد جلب هاي غوتو وراكيم ثم اقبلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفت من بين الى صلى الله عليه وسلم فحدثناه الحديث من قال محمد وي فقال صلى الله عليه وسلم قد نجاكم الله من القوم الظالمين الا دندمونيم بتونيوبي دو قصة طبقات الكبرى ابن سعد ابن هشام هادي دمتو سيرة منتو وجوني كان كجم خلاص وي وفي شوال ايضا من هذه السنة اليورهم تران هاجوني ايتاني جيكم من غندن من ده كان سرية كرز بن جابر الفهرية الى العرانيين فاتوا بهم فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويندو اليورو الى الهب نوكد سلكون اردين لهم وهبون دربوكي ونيدكون
واردين بيت الكرز بن جابر الفهري ومن امير كنو في هذه هولي بيان في هذه عرانيين وني بيادو جابي نقولو لينيون جابي لينيون عرانيات فأتوا بهم كن وهبتوا بأدب فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليب تشرحته قصة ولا بتم أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عقل وعرينته أنا سيوان ديم بجابي سودويتين وعقل سودويتين وعرينته ثمانية قبن جيات جملة معتردة قبن جيات فيرت جون أنا سيو قادم المدينة من قريب المدينة على النبي تنين آدم وتكلموا بالإسلام فيرت ببنين ديني ببنين واندكو بجولبه فقالوا بنبي يا نبي الله يا النبي الله إن كنا أهل ضرع من كمين بلد بجودهم بقسم ولم نكن أهل ريف من قنايم بوره واستوخموا المدينة بكري ور دور مدينة ويين وهريها ورندب وندب فاول ولفنندين يونو فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يامرني ببذود وراع وانتجر جلود وديهم جيناكو وأمرهم أن يخرجوا فيه وبنجل تردي دو جلود بنقول يدو فيشربوا من ألبانها بنجركوتش جلود دي وأبوالها التاري جلود دي بشفر رولو يونون فانطلقوا من جهة حتى إذا كانوا ناحية الحرة أم جهة بن هاير مدينة كفروا بنقول تهفرب ويتاب بنقول نجول بني بينين كيف راجل ما كفروا بعد إسلامهم تنقل بينين إسلام بين بينين كيف راجل وقتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم من باري قيناكم وبمدكنوا واستاقوا الزودة بشق جلو دي بكوني دي بندقي دي من جه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نسل سلم نندون فبعث الطلب في آثار من لاد نيلي أولو كرس ونكون أولو يعبب فأمرهم بهم فأمر بهم فرت نرى أن يكون ينقبب فرت كونوا ينقبي بنجقي بنقرتيري بنقرتيراني فأمر بهم يا صلى الله عليه وسلم فسمروا أعينهم جيت باللوكنيتا سبق نوع مبادي غيناكو مبادي متمسي باللوكنيتا جيت مكم بني ياسما أم بني لادوي يو جيت باللوكنيتا جيت باللوكنيتا وقاطعوا أيديهم جود مبتاجا وتركوا في ناحية الحرة من قتل سير حائر طيب نقول حتى ماتوا على حالمها بمائر نور حديث قريت البخاري مسلم فف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني نوع فف حديث ورم جنجر أبداني ديادو آياجه تو أريتو البخاري أنبياني أدي دي دعاء يجي ميدان كحديثك متفق عليه كتاب المغازي تو بخاري تو قصة عقل وعرينة تو مسلم تو كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب حكم المحاربين والمرتدين يا صاحب مسلم تو نقول محاربين محاربين إنك جوم ردية إنما جزاء الذين يحاربون الله رسولهم ويصون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا كنا نهنون جزاء المحاربين أتبع لكم محاربين قال الواقدي في شوال فيهم تران وفي شوال سنة 6 منهم تران تاني جاكم كانت والنصرية هنكون بأردلهم كرز بن جابر الفهري إلى العرانيين في أودي بيد أورنيين جاب نقول لينيون ونا لينيون نقول فوق قيم بجاب لينيون نقول تن الذين نبيان قتلوا رأي رسول الله ورنا بجيناك ونلا رسول صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم بشق جلوري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلي في آثار مشق المقبح كرز ابن جابر ومن كرز ودو يعبي تب في 20 فارسا واندي وديان كوب نوغاس فردوهم بين كبتي بنغرتلي الواجه دون كدت البداية والنهاية ابن كثير إنام هجون جم خلاصوي وفي هذه السنة كوين درن دي لهيتان هجون وقبل الصلح الحديبية كويدي الصلح وادهم كان السرية الخباطي ونسرية خبان وكون
جن رادو ني او هوني سالو كونون ني رادو نيلن ين جن رابي بيدو بيدو بيتي بخباتن ولا كو شاتي لد ولا كو نندي ما ينغار ان شاء الله من ما فوكو بي اني تيرادو هوند دي بي بوغانو بي نيامو ولا كو نندي وي كو دون وني راجي كان جو خلاص وند كون دا جاكو ندي دو هيتاني وادنو كو ندي دو هيتاني جاكو بير الشرح الشاري وفي عن جابر بن عبد الله رضي جابر رضي الله عنه قال وفي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرة لي أمن 300 راكب كم من تمدتتي ودي ينك فرته هون ينك أميرنا ولمود منكم أبو عبيدة ابن الجراح أبو عبيدة ون أمير كنون نرصد أمين بانديو أمين بانديو عير قريش ونساء قريش ينكوب فأقمنا بالساحل نصف شهر من غني ورا الماء ولا ورا الجيش فشر اللو فأصابنا جوع شديد من تنبتون هاجن فين جواب أمين قسم كيد فين فين حتى أكلنا الخباطة أمين يامي كويتك وخباطة الخبط والورق والورق الذي يتساقط من الأشجار بعد خبطها بالأسر من بطن يام ده سمسم وأين بين بياتنه سموته في بطن أرض الكتاب بشام شات جوري لفف بيك من هاكوكم فمن بطن يام ده سمسم ونخبط إن قد يتخبط كي ولم يخبط سبو فياتين سورو ولا لقل سمو أويف سمي ذلك الجيش جيش الخبط وليون كون إن راكون سمسم فألقى لنا البحر ونجيت ويدني من دابة دابة يقال لها العنبر دابة ويتيك عنبر فأكلنا منه من يام دابة ونصف الشهر فكر اللور أمين بدأ من يام أوتيو ودهن من ودكه فرت من بوبي بلر دابة وكت حتى هدم ثابت إلينا أجسامنا حبل من غرت اتها من غورت في تايكم يدنا بتغريكي حبل نيرلي من غوني لو جونت ديدي أمين غوني دابا أودو أمين نيامتي ومكو أمين بابو بلر مكو حبل من غرت فأخذ أبو عبيدة ضلعا ولا ضلعا من أضلاعه فنصب أبو عبيدة يتي ويرنغو واتو يال ويرنغو واتو يجي ويرنغو دابا فنصبه ودرني إيال ويرنغو فأمر إلى أطول رجل معه يجي غرق برد وندن جول ورق وند بمكو بكم كابو عبيدة وبعيرا انجلو برد برد بطو دي جلو دفف بحبا غرق وقدنا انجلو ببا فمرت تحته غرق انجلو بفو بشوري لس ويرنغو فيرتي hoore wirngongo hoore gorko mi miyani dum fon heddi dum tis wirngon way mawnu ngelo bari lismu e baddir ngelo bo heptata wirngo to haade dum qala jabir jabiri wa kana rajulun min alqawm wi gorko wadin wonno kono ona hara salata jazair tawhirsi gelodi tati summa nahara salata jazair tawhirsi kadi tati summa nahara salata jazair hirsi tati kadi ثم إن أبا عبيدة عرفت أبو عبيدة سلتي سي سواد إنها قلو دي نغسر بات إن كي دي تن أسوري قلو تن أدهرس قلو دي مهد هرس تن نو وانتا دي وهرس نو جياني مو دي كونو حتي مهرس دي كانكو عدو غرق هذا لفظ البخاري دم لوك لفظ بخاري قصة وادا وأما لفظ مسلم انتا يكون قد دين مسلم لفظ وان جابر رضي الله عنه ويتون كبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لليمن وأمر علينا أبا عبيدة والأمير أمين أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش أمين جابويو من بانديو جيغور قريش كوب وزودنا أيو بن أمين جرابا ونساسا من تمرين بك تمروج لم يجد لنا غيره ونلاد هبنا أمين جوابس ونكاد ساسا غوات فكان أبو عبيدة أو يأمود كون ولاتنا وما يعطينا تمرة تمرة سوقت نعم ديون تيغو تنفرق لهم تمرة واتر قيل لجابر كيف كنتم تصنعون بها بمي جابر جابر فيلو تو فيلو
من بي مو هنو بعد دانو دم تمرور دي بعد تمرور ورت دوغ نفر نت بطارم ولا هيرانم ولا كشتارم. قال أوين كان جابر نمصها كما يمص الصبي ويمن مچاند دام يكتاتن دال مچاند ونشوك للمچيرتني ولا نشوك للموينيرتني اند ثم نشرب عليها الماء من مچن هذا الساي مچر سير 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 أجس من جرندي من باوت دوهن فتكفينا يومنا إلى الليل لم ينأ من كدنيا لم أفف جوجو أمين. وكنا نضرب بأصينا الخبط أي ويأمين بيرا نشبي أمين سمسمون هاكو لأدم ثم نبله رفت من لبنا هاكوكو من شوافناكم من لبن راك بالماء ديام فنأكله من يامكم. أنا أبي كان كجابر هجوني وانطلقنا جوني من جهي على ساحل البحر وين أنور الماء ينقو من جهي أنور الماء ينقو فرفي لنا على ساحل البحر من كنشنا إنه من جيتاب ويتمي شوينه دون تلني أنور الماء ينقو ونجيشو كهيئة الكثيب الضخم وين تولد مولن كسكا كتولد مولد وين ولا جوار مولكم وين كومة الرمل ولا كومة الرمل. ويكون جابر فأتيناه من غري هون دمش وين فإذا هي من تيهون دي دابة هون دي كلهم دابة هون دي وور دي جار وانو دي وان كتيك ما يدو وانا ليدي كدابة تيكوان دي تدعى ندرتك على أمبرا أمبرا ويتيا أمبرا كلهم فصون ليدي تن كحوت تن ودهم فصون ليدي مودي تن فيه. قال أبو عبيدة وي ميتة جيب ديوان دي. ثم قال رفت وي لا على بل أش نحن إن رسول رسول الله إن كنا لا بن لا صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله قد نكون داول الله وقد تطورتم أي وإتر قد نكون جوانا من فيه أن تنبي سبون جواب كغسيها كتنبي من فيه ودنهم فكلوا دون تنين دكنا من يام تجيب وانسا ربما توا وشوا أن نرنيا ورميتة البحر سبو جيب بورة دي وففين دقي وانسا توا بكباني ورن دين حيث هدرا من هارمي ونون لور إن داك نجيب إلا ما تطورتم إليه أما لو في جوانيا من باتي نعم هاكل وجد شموت. قال هو كان جابر فأقمنا عليه شهرا لو جنوب يكون لغرون ورن بدي بنعم يتابع ورن لو كل لغرون ديو بخاري وبينه وكو نصف شهر نقاويكم فأقمنا عليه شهرا من نيبد ونجور يتابعون ونحن 300 منكم من منكم تعمد تتي نعم دور أمين يامتي ودابا والله حتى سمنا أويها من بي. قال ويكم كجابر ولقد رأيتنا مي أمين نغترف أمين يد من وقب عينه فلا سيتر ونو ده يتر نئتن ودي قمبار سافدون سبت قلت يتر نئتن فلا سيتر نقولها هيو نبب ها هيو ها هيو بلر ها هيو نبا صدام تاي هبين هدوم وقبي عينه من فلاسي ترنه بالقلال الدهن من يدهن لوال 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 من يدهن نبا من بلر ونقتطع منه الفدر ونقتطع منه الفدر كالثور من تاني دابا وكت التلفون فتاين غاري التلفون فتاين غير تابو حسين تقولت ونقطع منه الفدر كالثوري أو كقدر هدوم الثوري واللوي كفاتة تاين غير فوق بوتو فوق تسبيت. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا وأبو عبيدة جت أمينيم ورب سبويتاتو فأقعدهم وجدني بفي وقب عينه bundu yiterene yitere da ba wato bundu yitere da iwi natti wonde don heddi afi palace yiterle
ujut sapui tati neddo ko jonni fo be keji don do palace yitere do firti mauni ki yitere ki ina fota walla na bura haji musa poi tati gorko so watta murlol gotel yitere do mauni ko ina fota no walta no buri do sabu be keji e palace yitere ne kam sapui tato be fuf wi wa khada dilan on yetti iyalu gotel من أضلاعه يويرنغو وني ويرنغو واتو يويرنغو دابعو فأقامها ودرني دو وني بيشابل غوات الليل وفي غنغل شابم غوات نام داري دو ثم رحل رفتي وحبي أعظم بعير ما أنا نجلو بقرب موني دي دي بن غنت دي وحبي مرحل فمر من تحتها نجلو باويرتي لس يانجل فيرتي بقدي دو ميمتا شابم دو وي وتزودنا من لحمه من جوبي اتيو نجلو اتيو دابا اوكي دي من داري يادن دي وقصاري من اتين تاجينكو من جوبي من لحمي والشائق وني والشائق كو اتيو ناكو والشائق من جوبي من لحمه والشائق وني والشائق اتي سبو هو اللحم يؤخذ فيغلى يغلال سبو تيو جتي دوار بيني فسنها فسن تاو بين داري نهو بيرينون yoɓore hoto ñolde tan waɗirte noon fasne ha fasa hoto ñolde yomin yoɓo nawir ɗum noon taw ɓenda wala yundaju fa yuhmalu fi lasfar yoɓe won wasaiqaji ɗe ɓe taƴetewo ɓe pasne ɗum ha fasi hoto ñoloyde ɓe jooɓi o wi kanko yo jabir falamma qadimna almadina nde min garno madina atayna rasulallahi sa sallam min garani ala sa sallam fa dhakarna dhalika law min kalani mo qissa daba oɗo فقال ان لا دوي هو دم دابا ان كرزق كو ارزق اخرجه الله لكم وان لا يلتنني الا ادني من فرت فهل معكم من لحم شيء بل وارن جوغي هو دتيو فتطعمونا لكم من هي من يام هين قال جابر فارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكله من نلد هو دتيو نلاد نلاد يامدو حديث أبي داود البخاري مسلم باب كتاب المغازي البخاري باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عير قريش وأمير أبو عبيدة ابن الجراح ومسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب إباحة ميتات البحر رسالة مسلم أجوني أبي وفي هذه السنة كان قد خلاص أبي كان درن عليه تان كديم كان سرية بني عبس على الغالب ko inde de hitani wonno sariyatu bani absin e sharhu o ko balag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila quraish inna la do nani kaba kaburu ngadde nela do wonde seta quraish ngo ba qabalat min ash-sham inna ara imma ash-sham fabasa bani absin fi sariyati wa nil arbi jabe nduru sudu se kono wa qad lahum liwa'an wa habani bi daraf ko yub falnde kono quraish ko ko يو كدو كانت انها جنغل وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى وجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله ولكم اولو الالباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته